السلام عليكم. تقول في سؤال آخر: هل يجب على المصلي أن يضع أمامه سترة في أثناء صلاته؟ وكم يجب أن يكون بعدها عنه؟ وضع السترة أمام المصلي سنة وليس بواجب، وبعدها عنه حبلة وأن يقرب منها كما في الحديث، وليدنو منها حيث لا يكون بينه وبينها إلا موضع السجود، ولئلا يحصل مرور بينه وبينها. نعم.